صباح الفل يا معلم. صباح الخير يا اخوان. صباح الفل. ايه الاخبار؟ كله تمام يا سيدي المعلمين الحمد لله. الف حمد وشكر ليك. السفيرة عزيزة رجعت امبارح ومعاها متعوس الرابع حنا. دول داخلين بحتة زفة ملوكي. فاتتك انت اللقطة دي يا معلم. اخبار يعني كنت هشوف الأملة. قول لي أخبار الفرن إيه؟ والله يا معلم الحال نايم. كم صنف اللي عملهم فرن كيداهم كان الجو مننا. طب ما نشوف الأصناف اللي بتعملها كيداهم إيه ونعمل هنا زيها وأحسن. طب ما ننزل الأسعار يا معلم ونسحب الرجل علينا. لا مش هي دي الفولة يا فؤاد. كيداهم طول عمرها حظها في رجليها. تحط ايدها في التراب يبقى ذهب. مش هي دي برضو الحب القديم يا معلم؟ يا ريتني ما حبيت ولا تنيلت. ليه انت مش قادر تنساها لغايه دلوقتي؟ تتبلت يا ابني. ده حاجه من قديم الزمن بقى لها فوق من 40 سنه. وبعدين هو يعني اللي خلق كيداهم ما خلقش غيرها. امال ليه يا معلم مش راضي تتجوز لغايه دلوقتي؟ بصراحه حكايه كيداهم دي صدت نفسي عن صنف الحريم. وبعدين بيني وبينك ما لقيتش الحرمه اللي تكيفني. تدخل قلب كده من غير لاحم ولا دستور. ايوه يعني ربنا يديك الصحه يا معلم بس برضو يعني العمر بيجري. عايزين نفرح بيك كده ونشوف لك ولي عهد. ربك يعمل اللي فيه الخير. ماشي يا سيدي المعلمين اروح اشوف شغل انا بقى. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. الله عدوي في حاجة؟ لا يا ست كده بس هو في شغل كتير كنت جاي ده حنف. طيب تروح انت هو هيحصلك. مالك؟ جدع اللي اسمه علوي ده بصراحة بقى مش مرتاح له. ليه بس يا حبيبي؟ ده واد جدع وشايل الحمل عنه. بقول لك ايه؟ أنا راجل دغري ودم حامي. بصراحة ما أحبش الست اللي أنا هتجوزها يفضل واحد باصص لها في الرايحة والجاية. خصوصا إنك مش أي ست. إحنا لازم نشوف له سكة ونمشي من هنا. براحتك يا حبيبي. مش اللي هناك مش عارف يا معلم اروح اشوف فيه ايه. لا استنى انا جاي معاك. يعني ايه يا اخويا الشقه اتاجرت وال2000 اهياف اللي انا كعاهم راحوا فين؟ بص انت وهو ده انا وديكوا في 60 داهيه مش انا يا اخويا اللي اتنصب عليا ده العدل. قريبت انت الله ايه الشبوره اللي انت دخلنا بيها دي؟ يلا يا نصاب يا حرام انت والراجل العره اللي جاي يخطف شقه من مره. بلاش قله ادب وتكلمي كويس. لو انت دافعه 2000 جنيه انا دافع 3 ومش هجيب الشقه دي غير على جثتي. بقى كده؟ طب اتشهد بقى على روحك. يمين دي يا عم ما تتكلم. يا عم دماغك. تعالى لي بقى. يلا بقى. الله 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 هو في ايه يا عيال؟ تعالى يا معلم. اوعى وادي التواب. في ايه؟ الله 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 ومين اللي كوم الراجل ده ورمى على الرصيف كده؟ انت اللي بتسمي انت ايه اللي حضرتك يا بنت عندنا هنا في الحته وتطلعي مين وعايزه ايه؟ وانت مالك انت يا وليه اللي حشر؟ والولو عليك ساعه وسكت وليا؟ لا انت مش عارفه تتكلمي مين يا بنت انت ولا ايه؟ اقفوا مع وجه وكلمي عادل اللي اجيبك نصين. ودي مين دي ان شاء الله تطلع مين دي؟ خلاص يا بت دي المعلمه كيداهم. معلمه عليك انت يا جعير. لا بقى ده انت عايزه تتربي وتعرفي ان الله حق. نشرحها ونخلص يا معلمه. لا اللي زي دي عايزه مره تعرف تربيها وانا اللي هكيفها كويس قوي. انتوا شايفين الراجل ساقع في دمه واقفين بيتفرجوا ما حد اتصل بالاسعاف. لا اجل الاسعاف يا ناطح انت كمان عشان هشيلهم توينز هي وهو. تمور يا معلمه. انا كمان مش هحط مقامي من مقامك. انا هجيب لك بنتي من بنات يا كريمه. تعالي يا حبيبتي كيفي الوليه دي. ايه ده؟ جميل اللي جت اللي ادبها علينا في حتتنا. وايه جبل المقطم اللي جاي يتدحرج علينا ده يا اختي؟ ما كنتش عامله حسابك. جبل مقطم ايه يا وليه يا دائري يا ام كعب داير انت؟ بسك عليها بيت. تعالي ده انا هعرفك دلوقتي مقامك. لا تعالي لي انت بقى يا روح امك. روح امك يا نهار ابوك اسود. الله الله انت في البيت. الله الله يحفظك. ايه اللي عملتيه ده؟ الله يخرب بيت ابوكي. يلا بقى ايه الحكايه بالظبط؟ ابدا يا سعاده الظابط
بلاوي بتحدف علينا، البنت دي لازم تحبسوها. اتهجمت علينا في الحته وضربت الراجل الغلبان زي ما حضرتك شايف كده وعورت بنتي كمان. يا بيضه هما اللي نصبين وحراميه ونصبوا عليا. اخرس ايدك قطع لسانك من اللغلوق. بلاوي بتتحدف علينا، ان ما ربيتك ما باش انا المعلمه كيداهم. ايه ده؟ انتوا فاكرين نفسكوا فين؟ الو، يا ست اللواء. لا ابدا، انا في الاسم عشان موضوع صغير كده. بنت الشوارعيه لابط كده جت رمت بلاها علينا في الحته. عورت واد عندي كده غلبان وضربت بنتي كمان. قال ايه؟ عايزه تسكن عندي بالعافيه كده. حاضر، عينيا الاتنين. سياده اللواء بدر سليم عاوز يكلمك. الو، اهلا يا سياده اللواء. اهلا يا باشا. لا يا باشا، لا لا، ده موضوع بسيط وهيخلص على طول ان شاء الله. لا لا، ممكن كلمتين على انفراد يا معلمه؟ قوي قوي يا معلم، اتفضل. مش حرام عليكي تفتري على البنت الغلبانه دي بالناس اللي انت مستاويه بيهم؟ جرايه يا معلم عادل، هو انت معايا ولا معاها ولا ايه حكايتك بالظبط؟ انا لا معاكي ولا معاها، انا مع الحق. الواد الصبي بتاعك راح خد منها القرشين اللي حليتها واجر لها شقه، وبعد كده راح اجر نفس الشقه الراجل تاني، يعني نصب عليها. لا مؤاخذه، ما تقولش نصب دي يا معلم. اخرس يا هاد، اما المعلمين يتكلموا انت تخرس خالص. خرسنا يا سيدي. اطمن سعادتك يا فندم. لا 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 لا، تحت امر حضرتك يا باشا. ماشي يا فندم، سلامت الله. اتفضل اتفضل، الف سلامه. اتفضلي يا معلمه كده، تقدري تتفضلي انت والرجاله بتوعك واحنا هنعمل اللازم. متشكره يا حضره الضابط. تحت امرك. بالاذن يا معلم. يلا يا رجاله. يلا معلمه، نستعجز احنا. سلام عليكم. الف سلامه. الله 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 الله. يا بيه يا بيه، ده عقد ايجار الشقه هتلاقي تاريخه قبل العقد بتاع الراجل ده. حتى لو كلامك صحيح، تقومي تعملي فيها فتوى وتفتحي دماغ الراجل وتنزلي ضرب في مخاليق ربنا؟ ليه؟ هي سايبه الا بالحق يا واد يا حليمو. انت فعلا نصبت على البت دي، يعني كانت كاتبه معاك عقد قبل ما يجي المستاجر الجديد ودفعت لك ثمن الشقه. يا معلمه، البت دي حوارات، قعدت تفاصل معايا وخنقتني وفي الاخر دفعت الألفين لحلوح بطلوع الروح. انما الراجل التاني ده عسل، حط التلات بكاوي وما فتحش بقه. طب بذمتك انت قد الشقه لمين فيهم؟ يعني عشان خاطر ألف جنيه تعمل فينا اللي انت عملته ده؟ اتجننت في عقلك ولا ايه؟ تجيب بنت ما تسواش نكلة تخلي اللي ما يشتري يتفرج علينا في الحتة، واحنا طول عمرنا اسياد الحتة؟ ونعرف منين يا معلمة انها هتعمل الشبورة دي كلها؟ طب افرض ما كانش عندنا واسطة، كنا عملنا ايه؟ اتفضل قدام، حسابي معاك بعدين. يلا اخوي، يلا يا مخفي انت كمان. حضرة الضابط، دي بنت غلبانة، نصبوا عليها وخدوا الفلوس اللي حلتها. ومين حضرتك بقى ان شاء الله؟ انا المعلم عادة والناشف، ومستعد اراد الراجل ده واديله التعويض اللي يطلبه ويتنازل عن المحضر. انا متشكره قوي يا معلم، انا مش عارفه اودي بصراحه جمايلك فين. على ايه يا صبيا؟ الناس دي بعضيها، وبعدين انت صاحبه حق. هو المعلم عادة وكده، ما بحبش حد يجي على حد ابدا. ربنا يخليه يا رب ويوقف له ولاد الحلال. قول امين. امين يا رب. ان شاء الله. انا بقى قولي لي بقى، انت ناويه تعملي ايه دلوقتي؟ والله يا معلم ما انا عارفه، انا حتى حاجتي وعفشي اللي اترموا في الشارع مش عارفه هما فين دلوقتي. لا ما تقلقيش عليهم، في الحفظ والصون. ازاي يعني؟ انا خليت الرجاله بتوعي يلموه ويحطوه في المخزن، وانا بنفسي هوديهم لك منين ما تحبي، واطلعهم لك لحد البيت وافرشهم بنفسي كمان. ربنا ما يحرمني منكم، انا مش عارفه اودي جمايلكم دي فين. ناويه قولي لي، هو انت منين يا صبحي؟ انا من طنطا، وجيت هنا عشان اكل لقمة عيش. طيب ومالكيش حد هنا؟ لا والله يا معلم، انا مقطوع من شجرة، ابويا مات من زمان وامي حصلته من سنتين. هو انت بتشتغل ايه اصلا يا صبحي؟ انا زي ما تقول كده بعمل منين سادة وبالعجوة، وبعمل بوريك باليانسون وحاجات كتير يعني، وكنت ناوي اعمل فرشة في الحتة يعني واقعد ابيع فيها على قدي. الله 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 الله، ده انت بقى صاحبة كار زينا. لا يا معلم العفو، وانا ايش وصلني ليك؟ انا يعني كده على قد حالي. طب اركبي، موصلي شو يا فؤاد. ماشي يا سيدي المعلمين، اركبي صافي.